لا ولا اسبانيا. بون هذا العربيه كونسال ماشي. صباح الخير جميعا. كنرحب بالسفيره ديال هولندا معنا في العرايش. هذا شرف كبير انك تكون حاضره معنا هنا ممثله رئيسه البرلمان الهولندي. مرحبا بك. هذا شرف كبير لمدينه العرايش انكم تكونوا حاضرين معنا. وكنتمناو هذه الشراكه وجميع الشركاء يعني تكون واحد المردوديه بالنسبه للمدينه وتكون واحد التبادل ديال الخبرات وديال العطاءات بالنسبه للمدينه تفتح على العالم الخارجي وتكون هذه الزياره تعاود مرات اخرى ان شاء الله نستفدوا من الخبرات ديالكم وهذا شرف لنا كبير والله يوفق.